ايه ده يا ماركو، انت نايم؟ انا هنا من بدري مستنيك عشان نفتح باب الميرون اللي قلتلي عليه المرة اللي فاتت. طيب قبل ما نفتح، انت فاكر الميرون المرة اللي فاتت ابونا بيعمل بيه ايه؟ فاكر ابونا رشم النونو 36 رشمة في زيت الميرون، بعد الميرون غطسه في المية 3 مرات. الله، كل دي ازايز زيت؟ بص يا حبيبي، احنا قلنا ان الزيت الاولاني الزيت البسيط دهنا بيه الماما عشان بقالها مده ما تناولتش، دهنا بيه البيبي كمان عشان الشيطان ما يقدرش يقرب منه. الزيت التاني ده بقى قبل ما بينزل في المعموديه على طول اسمه زيت الفرح او زيت الغليلاون. زيت الفرح ده عشان يعيش فرحان بربنا طول العمر. كل ده غير زيت الميرون اللي بنحطه على الطفل بعد ما يطلع من المعمودية، ده زيت الروح القدس. ده بقى زيت الميرون اللي بيخلينا فعلا ولاد ربنا والروح القدس ساكن فينا. طيب وهو بيبقى في كل الأسرار؟ لا، بيبقى موجود في سر المعمودية بس. أبونا بقى لما بيرشم الطفل بزيت الميرون، بصوا بيعمل إيه؟ يحط الزيت على راسه عشان أفكاره كلها بتاعت ربنا، وينزل بالزيت على عينيه عشان يقول يا رب خلي عينيه تشوفك في كل الناس. ينزل كمان على مناخيره عشان مناخيره تحب ريحة البخور ويفكروا إن هو هيبقى ريحة المسيح نفسه. ينزل على بقه وعلى ودانه عشان يسمع كلام ربنا ويقول كلام ربنا. بعد ما خلصنا راسه كلها في 8 رشمات، ينزل على صدره وبطنه وظهره عشان يقول ايه؟ يحب ربنا من كل قلبه. بعدين يمشي على دراعه، ياخد كتفه، ياخد كوعه، ياخد كفه، ورشمة على كل مفصل في ايديه وفي رجليه، يبقى كل ايد وكل رجل خدت 6 رشمات. يبقى كده 8 على راسه، 6 على كل ايد وعلى كل رجل، يبقى كده ادي 12 و12 بقينا 24، و8 على راسه يبقى 32، و4 على صدره وبطنه وظهره، يبقى كده كملنا 36 رشمة. كأننا بنقول مفيش ولا حتة في حياته مش مقدسة بالروح القدس. طيب احنا بنحط زيت الميرون في حاجة تاني غير رشم النونو؟ الميرون ده الكنيسة بتستخدمه في حاجة تاني. لما تعمل كنيسة وتدشن الهيكل وتدشن الأيقونات، فتمسح المذبح الجديد والهيكل بزيت الميرون. طيب هو مين اللي بيجيب الزيت ده؟ زيت الميرون ده بيعمله أبونا البطرك مع كل الآباء الأساقفة كل كام سنة عشان يوزعوه على كل الكنايس. الله، طب أنا عاوز أبونا يرشمني بالزيت ده علشان ربنا يحرسني. لا يا حبيبي، انت متعمد وابونا رشمك بيه، ما ينفعش نكرره تاني. ليه؟ ربنا يسوع مات مرة وقام مرة، يبقى احنا كمان نتعمد مرة واحدة، والروح القدس ساكن فينا وهيفضل جوانا على طول. وهو ده بقى اللي اسمه سر التثبيت. يعني ايه؟ يثبت فينا ونثبت فيه، يبقى ختم على راسنا عشان نبقى بتوع ربنا على طول. طيب الآية بتاعت النهاردة ايه؟ الآية بقى بتاعتنا: أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. يوحنا الأولى إصحاح 2 عدد 20. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. يوحنا الأولى إصحاح 2 عدد 20.